الولد العاصل كذي لاني ابوه ولا ولدي. يما ابوي لو درى ان من نور تواصل عبد الله بيزعل، لكن لو درى ان انا اتواصل مع عبد الله ذيك الساعه بيطردني من البيت. الله يهداها خالتي ايمان، خلتك تظنين ان احنا ما نحبكم. شلون الجمال؟ شلون الدراسه؟ ليش اختبصت كذي وقصرت على الصوت؟ ها قصر على الصوت؟ اطول على الصوت؟ تليفوني وانا حر. يمه هاي يمه بسألك، احب معقوله خال عبد الله كلش ما حاول يراضي يدي؟ بلا يمه حاول وايد، بس يدك الله يحفظها صعب، شرط عليه شرط، قال بسامحك اذا طلقت سعاد ورديت ايمان. بعد يمه تبين الصج؟ خالتي ايمان وايد عصبيه، يعني احسها هي اللي هدمت بيتها. انا صراحه ما الوم خالي اللي تزوج عليها. يبا جمال عيب، ما له داعي اني بطاري الناس، عسى الله يصح حالهم. يمه انت لانك ما تعرفين ايمان قبل، ايمان كانت من افضل الناس، بس الظروف هي اللي خلتها كذي تتغير وتصير عصبيه. الله يكون في عونها وعون اخوي المسكين اللي انحرم من ابوي وهو حي وانحرم من العائله كلها. هذه مشكله زواج الاهل، اذا صارت مشكله بين زوجين عم على العائله كلهم. يبا ترى مو كل زوجات الاهل تختلف، في زوجات تضبط. يا قيس ابن الملوح قصدك يعني انت وهدى زيني ما فيكم شيء. شنو ضحك؟ انا ما قلت هدى، تقولون باكر رديتونا هدى هدى وهدى، هي إيه اللي قالت ترى. بعدين صدق يمه ترى هدى يعني انا وياها عدنا متفاهمين شيء وايد متفاهمين. ان شاء الله ان شاء الله تخرج ان شاء الله وراح تملكون ان شاء الله. وخير ما عملت صراحه، هذه هدى انا اعزها، عسى الله يتمم على خير. اللهم امين ان شاء الله. اسمعني انت اسمعني، بس تتزوجون ان شاء الله انت وهدى تعيشون هني في البيت، ما عشان سواد عيونك حبيبي. لا انا ابي هدى تسليني ولا انت؟ هذا ما دقيقه يعني دنكم بس دقيقه، انا بفهم انت شكو، انا اللي بتزوج ولا انت؟ سكننا هني سكننا هناك سكننا بالجمعيه انت ايه شك ما تعرف تسولف ما تعرف تتكلم. بعدين هدى ساكنه هني مسكنه من زمان من ضبطي. و و لا ما اقدر، لا تصرف من سكتك شوي 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 عليك، ما شفت وجهك وانت تقول ساكنني وع طيعه. المهم ان شاء الله احنا خلنا نملك بيصير خير ان شاء الله، المكان اللي تبيه ان شاء الله بسكنها فيه. كان بخت تسكنون عندي بحطكم بعيوني، عاد انت ولادي وهي بنت اختي يعني ما هي غريبه. والله يما كان زين وايد راح استانس اذا هدى قعدت هني، ولا انا الود ودي افتك من وجهها الودر، ودي بس امنيه حياتي اشو يمشي. حبيبي ما تبي تريق؟ لا لا مشكورة. ما يصير حبيبي تطلع كذي بطنك خالي، بعدين ايش رايك تقطني على دربك يعني بيت اهلي؟ حبيبي تروحي بسيارتك، تبي تاخريني وبس؟ لا مو القصد، بس يعني بيت اهلي قريب من العيادة، ايش رايك انت توصلني وتالي لو خلصت تي تاخذني مو احسن؟ دقيقة على ما تخلص هالقهوة هذه انا مبدلة. دقيقة والله. لا تطولين. بسرعة رزان. أدق من هذا الأسماء. ألو هلا هشام، هاي أمه، أنا معزومة عند رفيجات اليوم. حطيت لي باجنة شو؟ قلت أي الجمعية آخذ مكسرات، فش لا دش بثي فاضية ما عندي شيء، ماني ماخذت لهم شيء، قلت آخذ لهم مكسرات. يلا هشام يلا نلتقي بالليل، يلا مع السلامة يلا. هذا بعدين شكل. لا هالتليفونات واحد ما يدري شنو ياخذ، ما أدري آخذ بالليمون ولا بالملح. شكلك محتارة. هي والله ماني عارفه ايش اخذ، قلت اخذ كازو بالليمون ولا بالملح. والله شوفي عن رايي انا اخذت من هذا. لا اخذي هذا المخلط وايد راح تفتكين كل شيء فيه. اي واحد هذا ولا هذا؟ لا هذا. هذا؟ اي. اي والله صح. اي والله مشكوره حبيبتي ما قصرتي، المخلط احسن بعد. لا عفوا، حطيت لي؟
دكتورة محمد، قصدي دكتور محمد موجود؟ اه موجود جوه. اقدر ادش له داخل؟ هدي ايش فيك معصب؟ هذا يزاتي يتحمد لك بالسلامة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. توقعت عقب ما تزوجت ما ودك تشوفني. بالعكس انا تحسبت اني ما خذيتك انت من الاساس. شفت؟ هذا احنا الحين مع بعض مرة ثانية. مو قلت لك ما ردك لي؟ لو ما اخذني مو مرتاح الحين؟ هاجر انا شارح لك من قبل. الموضوع مو بيدي انا بس. قلت لك انت لو مو مطلقة كان خذيتك. شو المشكلة حبيبي؟ انت طلق وانا مطلقة وانت تزوج، ما حد احسن من احد. بسم الله ما مداني كذي اطلق على طول. مو تقول انها ثقيله على قلبك ودمها مثل السم على قلبك؟ ايش حادك حبيبه على هالعيشه؟ استانس فك نفسك. هي بس ما اذتني ما ضرتني بشيء. اطلقها كذي واقطعها ازعلها وازعل اهلي؟ حبيبي يعني علشان اهلك تظلم نفسك وتظلم حبنا ويا بعض؟ ما يصير كذي. الحياه مره واحده بتعيشها استانس. أذوقك هذي؟ وايد لذيذة. إنزين، إيش ما تنامين عندنا اليوم؟ بعد خلاص الوقت تأخر وهو ما دق عليك. وغير كذي أنا ولهانة عليك وايد. أنا بعد ولهانة عليك أكثر. بس ما أقدر أنام. خاف أمي وأبوي على بالهم إن أبين وبين محمد شيء. رزان، لا يكون صدق صاير شيء. لا لا ما بيننا شيء حبيبتي. عادي. عموماً أنا أعرفك من عيونك، يعني أعرف إن ودك تسولفين بس ما تبين. يعني ما راح أخصبك بس إذا حسيتي إنك تبيني تسولفين تأكديني راح أسمعك. صدقيني ما بيني وبين محمد شيء. هو الموضوع إنه هو لطبيعته وحياته وأنا لي طبيعتي وحياتي وإحنا مختلفين. مع الوقت إن شاء الله بننسجم. هذا عيب الزواج التقليدي. معنى كلامك ان انتي تأيدين زواج الحب؟ اخاف انتي يا جمان خاشة عني شيء. لا 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 شنو لا؟ ما ادري عنك. هذا وايد مخطط. مو حلو مو حلو. يا ربي شو البس حق باكر؟ شو البس؟ وايد منكت. استغفر الله. الحين شو البس انا؟ تفضل. مساء الخير. مساء النور. مساء كنت احس بالكبت ولقيت هالنفنوف. اتوقع هذا نفنوفك صح؟ مشكوره وايد. صار لي ساعه ما ادري شنو البس حق باكر. العفو. شهد شهد. هلا. اذا ما عندك شيء قعدي معي خلينا نسولف شوي. اوكي ماني ردتك. تعالي قولي لي شنو سويتوا اليوم؟ ما سويتوا؟ ماكو وما سويت شيء. أبيش تاخذين وتعطين معاي عادي. ما
نجمان ما حلت ولا شيء. ليش ما كنتي مركزة وهو يشرح؟ ما فهم عليه الدكتور ما يعرف يشرح. سؤالي انت لك ليش مو مركزة ما عليك؟ اليوم لما نرجع البيت ادق عليك واحاول اشرح لك الاشياء اللي انا فهمتها، ترى ما يبي له شيء سهل. صباح الخير. ايش هذا؟ صباح النور. صباح النور. ترى جبت لك وين راح؟ جبت لك فلاش في كل شيء تحتاجينه. حظك وايد حلو كان بيضيع. حظك وايد حلو. هذه امي. دقيقة حنيجي لك. هدى؟ هلا هدى. جمان اذا قلت لك ملاحظة راح تتقبلينها مني؟ خير شنو في ملاحظة شنو؟ انا ادري مو من حقي الدخل بخصوصياتك. لا عادي شنو في ايش نقول؟ الالوان هذه وايد ملفتة ومو مال الجامعة. الوان شنو ما فهمت؟ الحمر اللي حاطتها وايد غامجة جمان وما تنفع للجامعة ابد. هلا يمه بخير الحمد لله. أبد والله حبيبتي قاعدة بالبيت شذي بروحي زهقانة زهقة أحس. محمد راح العيادة يبلش دوامه. تصدقيني ما أنا مو متعودة على القاعدة بالبيت، أحس بزهقة ملل ما أدري شو أسوي. إن شاء الله يما إن شاء الله. صح إيه الحين اروح المطبخ اشوف هي صادقه الهي نفسي. يلا اوكي حبيبتي مع السلامه. اقول يبا شوف شوف الاكل السنع العجيب ما شاء الله عليه ابو داود اكله ينن. لا القصار معروف يعني على مستوى الخليج كله طباخ. أيوة. طباخ رقم واحد. اي الاكل العتيج ها طباخه ماكو عليه نهائيا. أيه. لا واللي حليه ماكو مقادير هالكثر من اللي ما لا اي بطبخ اول. اي أيه. لا طباخه عجيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا والله عمي شلونك؟ يا هلا يبا حبيبي. حياك الله. تحبين الكعبه ان شاء الله؟ عسى ما شربه. ما شفناك اليوم على الريوق. اي عمي كنت على البحر رفيجاتي عازميني على ريوق هناك بمطعم. ما شاء الله ريوق على البحر. اي عمي تدري انا احب البحر. يه واكو حد يكره البحر؟ كلنا نحب البحر وانا ابوك. لا صار ريوق وعلى البحر. اي شوف عندنا يوم وعزموني على حسابي بتريق وياكم. صج؟ ريوق على البحر ومتعة بس ها لي شرط. شنو؟ ريوق مو غدا. اي تجون الساعة 11 12 ريوق الصبح. خلاص الساعة 7. حلو زين؟ يا فوق الزين هذا وقت تم الريوق. تم تم خير ان شاء الله. حبيبي والله حبتك العافية. الساعة المباركة اللي تي وياي. الله يبارك في حياتك حبيبي. الله يحفظك. يا هلا والله. حدك من نرفزتني حيل حيل. الحلم مفوف يقول لك مسح الحمره ما تمسحينها ولا تخففين مكياجك مثل ما هشام يقول لك. سكتي عني سكتي عني بروحي مالي خلق.
انت لو تدرين شلون انا فشلت قدام الناس اللي قاعدين، تخيلي فجاه جاي يقول لي حضرتك وايد غامضه على الجامعه، ايش دعوه؟ لو شنو؟ مسحتها بورقه بعد مو بكلينكس، تخيلي تستاهلي انت اللي سوي فيك. سهوده بسالك، يعني شوفي تهجين الحركه هذه معناها انه هو يغار عليه؟ يعني لانه ما في احد ممكن يسوي هالحركه الا اذا كان يغار، ويغار يعني يحب. شو تحسين؟ اي ولا لا؟ خل اقول لك، انا اذا فوفو قال لي مسح الحمره راح افهم انه هو لانه يغار علي ويحبني يقول لي مزيان. بس انا ماني فاهمه مفهوم الحب عندكم انتم شنو. بس خلاص كافي 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 بنت الناس، انا عنيتك معاي اليوم وكرفتك وخليتك تقعدين ساعات اضافيه فوق وقت الدوام، قواك الله. الله يقويك. تامر على شيء ثاني؟ لا سلامتك. تفضل استريحي. كل ما اتذكر الموقف اللي دشيت مكتبي ولقيت مكتبي مدخن وانت ماسكه المبخر، بصراحه موقف محرج جدا. يعني في شغله انت ما تدرين عني، أنا شهد عندي مشكلة مع العطورات العربية والبخور، صدري تنك منهم، ريحة السبايسي تأذيني، فعلشان كذي أنا دائما يعني أدرين إن أنا عليت حسي عليك وصارخت، فسموحة. لا بالعكس أنا مو متضايقة، وكافي أبو أحمد اشترى من نفس البخور اللي أنا حطيته بالمكتب. و أنا آسفة ما كنت أدري إن أنت عندك حساسية، ما راح يتكرر هالشيء. شو يا شهد؟ إحنا تمنا يعني تمنا نتعامل مع بعض، ويعني ما بدانا نعرف بعض، فأأكد لك شغلة إن مع الأيام مع التعامل بتشوفني أنا ريال ماني عسر، بالعكس سمح وأتوافق مع الكل، بس الموقف كان شوية يعني أنا خذيته مبالغة، فبس أأكد لك مع الأيام مع التعامل بتشوفني أنا واحد ثاني غير سمح. أنا من زمان ودي أعرف كل شيء عنك، عشان شي خذيت مكالمونة. يعطيك العافية مالك. سويت؟ أخي يما تسلم إيدك على الغداء، اليوم روعة. هني وعافية يا يما. الله يعافيك. خنت حيلي رزان كاسرة خاطري، تقول متمللة بعدها ما تعودت تقعد بدون شغل. والله يما شرها عليها، يعني هي اللي سوتها بحياتها الحين أكبر غلطة. يعني أنا ما أتخيل أتزوج واحد يتشرط علي لا وغير حياتي عشانه بعد خير إن شاء الله. لا والله ما أسويها، شو مينونة أنا. أنت كيفك، بس هذا الحكي ما نبي نسمعه قدام البنت أختك، تعرفينها فاهية وتصدق كل شيء، لا تقعدين تشيشينها على ريلها. الحين انا اشيشها على ريلها؟ ما عيل صدق شوي. شنو عيل؟ شنو معنى كلامك؟ اهو عجيب. ماي هلا هلا. ها شنو؟ شنو فجأة مش فجأة؟ مو عارفه سوي، قاعدين نتكلم موضوع مهم. ايش تبي الكاتش؟ ايش امي؟ حب. الحب الذيب ما يهرو العبث. اخلص ايش عندك؟ حبيبتي ايش رايك نعزم خالتي هيفاء وهدي؟ كنا من زمان ما شفناهم. والله تصدق انا عبالي عندك سالفه مهمه، يعني انت الحين نازل ومقاطع موضوعنا اللي كنا قاعدين نتكلم فيه عشان سالفتك السخيفه. الحين موضوعي سخيف صار، ليش الحين اغار على البنت واداريها واخاف عليها؟ البنت بتطفش من المشاكل اللي قاعد تصير. يا رزان راح ايش اكو؟ رزان راحت ولا ردت؟ انا بصعد داري لا يرتفع ضغطي منك ومن سوالفك. صدق ما عندك سالفه. رح زين كش ايه الحب نعزمهم. ابوي صدق انت ترى اوفر. ليش ماي؟ لا صدق اوفر يعني. بس عاد اثقال، شو مسوي فيك هالبنيه؟ مسحور انت مسحور.
ترى غثيتنا. يما خلاص ما خلص السالفة. يما يما هشام ايش فيك يما سرحان؟ لا يما لا سرحان ولا شيء، بس قاعد افكر بالجامعه. تدرين راح اتخرج قريب يعني، ومشغول شوي. بس ابوك يتمنى هاليوم اللي تخرج فيه عشان تمسك الشغل وياه. يلا هانت يما ان شاء الله هانت. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا يبا. هلا يبا شلونك؟ الحمد لله. يا الله الله يقويك. الحمد لله الله يقويك يا ايب الله يسلمك. تبي غدا؟ والله اي والله يا ليت. اي والله بس صح نسيت اقول لك، ترى انا كلمتني ام فواز وقالت انها بتمر علينا باكر. اي حياها الله، البيت بيته. الله يطول بعمرك. على ما ذهب الغدا بدل ثيابك. اي خوش كلام. يا الله. يبا هلا يبا. عمتي منيره لما تيجي تزورنا ليش ما تجيب عيالها معاها؟ يعني نتقرب منهم نعرفهم اكثر. والله يا يبا ودي اكيد ودي، الاخير هذيل اهلي وانا خالهم الوحيد واخوهم الوحيد. بس يا يبا مثل ما انت عارف يعني اللي صار بالعائله من شويه، بعدين انا ما الومهم، ما الوم فواز ولا الوم اختي. لازم يطيعون الكبير ويسمعون كلمته لو شنو كان. حنونة ترى فواز عقب هذا اللي صار كله، ليه الحين مو مقاطعتني ومواصلتني. الله يحفظها. ما عليك أدرك يبا خليك. محمد سمعتش حبيبي، ايش رايك ارد دوامي؟ انت شكلك ما تحبين تعيشين بهدوء. مو يا حبيبي يا حياتي، انت طول النهار بالدوام، ولا رديت البيت مجابل التليفون وما دريت عني، وانا يومي شطوله لا شغل ولا مشغله. والله مو متعودة على كذي. المرة السنعة هي اللي جاب لبيتها وعيالها، هذا الشغل. زين ما تقول ليش هجابل وانت اصلا ما دريت عني، حتى سوالف ما تسولف معاي. احنا متكلمين بهالموضوع من قبل ترى، وانا هذا كان شرطي وانت وافقتي عليه. انسي السالفة. يا الله هداك. أما تصدقين جمال إن شهد طلعت وايد طيبة أمس طول الليل قاعدين نسولف وناخذ ونعطي بالحكي، مع تدري أنا كلها بروحي في البيت، يعني على الأقل موسيتني أنا ما عندي لا أخت ولا أخو، وتخيلي قاعدة بتعطيني حتى جنطتها الشانيل، استانست وايد وريتها من الإكسسوارات. زين خلاص هدى خلاص الله يهنيكم بعض خلصنا. زين ليش معصبة؟ هاولي كنت غارين. غار من شنو يا نيت أنت؟ تدري شلون؟ رافجيها عادي، قعدي معها 24 ساعة، طلعوا ويا بعض، تغدوا ويا بعض، وأقول لك شيء؟ خد مرتك هي كل يوم وتجيبك الجامعة. لا، جمال لحظة خل أكمل لك. رزان اسم اللي عليها تزوجت، وجمال توها داشة الجامعة. إيه هي كبر هدى بنتي. حاضر حبيبتي. خلاص، الحين أطرشك إياه. مع السلامة. مع السلامة. شنو هذا اللي تنشد عن بنات منيرة؟ والسالفة إيش تبي يعني؟ هذه يبا أم عيسى، وشكلها تبتخطب جمال حق ولدها عيسى. عاد صدق يبا أم عيسى هذه الكل يشرق بطاريها، ولدها بعد كنا دكتور نفس رأي الرزان. كان زين جمال توافق.
والله يا أيوة الزواج قسمه ونصيب، والله يتمم لي فيه الخير الصالح إن شاء الله. إن شاء الله يبقى بوجودك. الحين شهد الحافظ الله مرة كاملة والكاملة الله، خلصة تعليمها وموظفة وحلات وسنة وذوق، أشوف الحين ما حد تقدم لها. يا والله يا داك توك تقول الزواج قسمه ونصيب؟ أنا ودي أتطمن عليها قبل الله ياخذ أمانته مني. بسم الله عليك يبا، إن شاء الله إن شاء الله طمن بوجودك. ربنا عطى غيرها ما ينسى إن شاء الله، قولي آمين. اللهم اللهم آمين اللهم. يا إلهي يا الله. الو شاهد، من صدقك انتي؟ ادش المكتب ما القى البريد؟ انا مو قايل دقه وتفاصيل في الشغل؟ ما احب الكسل، انتي كسلانه. من صدقك ادش المكتب القى البريد، فهمي عاد. والله حرام يقعد يسفيني، والله حرام. ها زفج اعطاك الجرعه يوميه؟ هالمدير مو طبيعي، يحب الاعصاب، ما يعرف يطلب شيء بهدوء. اصلا من جدي مرته طلبت منه الطلاق وهدته. لحظه سالفه مهمه. ايش دراج؟ الله يسلمك، مرته رفيجه عمتي الروح بالروح. حلو. وقالت انه كان مينينها ومعيشه بنكد وضيقه خلق. بتقولي لي؟ اصلا هذا انسان صعب يتعاشر. اذا عنده عيال؟ لا، مرته كان عندها مشكله بالانجاب، ورغم انها عالجت وايد بس الله ما كتب انها تحمل. نصيب خيره ترى، ولا كان الحين عيالتي شتتوا بينهم وبهم بعد الطلاق. والله كان طلعوا ميانين على ابوهم. حاضر يا معيسه، بس انا لازم اشاور البنت وابوها، وان شاء الله ما يصير خاطرك الا طيب. تمام تمام ان شاء الله. حياك الله حبيبتي، حياك الله، مع السلامه مع السلامه. تعالي 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 وين ما يقويك بعد قلبك. قعدي 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 سمعي هالخبر الحلو. شنو؟ تو دقت ام عيسى وخطبت جمال اختك حق ولدها. ولدها عيسى تقول ما شاء الله عليه طبيب ومتخرج من ايرلندا ويشتغل في مستشفى الاميري. زين هذه بشاره، بس مو كنا تو الناس على جمال. احس يعني توها باول سنه بالجامعه، وقلتك هذه بدودها ترى، خاف تخسبك باجر دراستها. اي تو الناس؟ لا لا مو تو الناس، يا يوم بعدين النصيب الزين ما يحق البنت في كل وقت. اي ياما بنات رفضوا خطاطيب وندمانين الحين، وبعدين اختك شاطره ما شاء الله عليها، تقدر توفق بين دراستها وبيتها. اي صح صادقه، بعدين تقدر تملك اول سنه وتعرس بعدين. لا خلصت ايش تي ايش رايك ادق عليها الحين ولا انطر؟ لا 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 توني شو اقول لك، انا بنتك مدودها الحين تدقين عليها التخس وقت. خليها خليها ليت ان شاء الله بشريها. اي صح كلامك صح، عيل ادق عليه ابوك بعد عمري بيفرح. خلي ادق عليه بيفرح. ان شاء الله يرد عاد. الو هلا ابو فواز، هلا بحبيبي، هلا والله ابو عيالي. لا لا هو انا داقه ابشرك، اكو ناس اتصلوا علي، ناس خوش ناس داقين يبون يخطبون بنتك جمان. اهم شيء تكتبي لي المحاضره شنو صار اليوم عشان باخذ الاوراق منك. عفوا مو دارس عدل، مالي خلق الدكتور. لحظه لحظه الحين اجيك. جمان جمان ليش طلعتي وخليتيني؟ مو من عادتك. الله لي كل الحين زعلانه علشان شهد. الله يهداك جمال، انا ايش قايلت لك؟ هذه الحين سالفه انا قايلت لك انا مستانسه فيها كذي تقدرين خاطري. جمال افا 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 جمال زعلانه؟ الله يابك يا هشام، كل هذا زعلانه مني عشان انا امس سولفت مع شهد. تخيل منو شهد؟
هاو شنو منو شهد؟ اختك. هي اختي، انا ترى عمري ما شفتها وسموحه يعني. زين كذي كم مره قالت لك كلامك هذا هو اللي يجرح الناس. ما يسامحك يعني انا صرت كذي. زين طلعتي تغارين جمان. ها؟ اشوفك وايد غيوره. هدى لا تجيبين طاري اي احد قدام جمان. ترى تحبك وايد وتغار عليك. مو انا صار لي ساعه اقول لها ان انت غير، انت غير، مو راضيه تصدقني وزعلت. الله انا لو ادري ان هشام بيضحكك كان كل هوشه جبته. المهم الله يخليكم حق بعض. ما مشكوره لصنمك، ورانا محاضره عن اذنك. حي الله من يانا، تو ما نور البيت. النور نورك يا اخوي، مشكور، يحييك الله يطول بعمرك. اي والله تو ما نور بيتنا يا منيره بوجودك. مشكور يا بعد قلبي. اكلين من الحلو، شوفك ما تاكلين. لا طبعا ما اكل حلو، ما ياكل حلو. والله والله العظيم يا اخوي عيزنا ونروح زياره زدنا 10 كيلو. هذا ما ابي اقول ان كبرنا ونخاف من السكر. لا 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 اي والله كبرنا كبرنا، العيال كبرونا. اي والله اي والله انا للحين ماني مصدقه ان عندي بنت تزوجت ما شاء الله. ما شاء الله الله يحفظها ان شاء الله. الا بنتك شو اخبارها؟ شلونها مع ريلها؟ الحمد لله بخير، عسى دوم ان شاء الله. اقول عمتي. هلا يما. ولدك فواز بعمر يا عدل؟ ايه هو يمكن اكبر منك بشهور. عيل وينه؟ ما نشوفه ولا يشوفنا، نتعرف عليه اكثر نتقرب، يعني انا اخر مره شايفه اتوقع من هشام. خلاص يا يبا خلاص، انا كم مره قايل لك ثمن الكلام اللي تبي تقوله الله يهداك، يعني لازم تحرج عمتك وتحرجني؟ شنو انت ما تعرف الوضع؟ كم مره انا قايل لك اوزن الكلمه يا اخي؟ ولا لازم تحرجنا يعني لازم تحطنا بهالموقف كأنك ما تعرف ظروف العائلة؟ لا مو شوي شوي، لازم يفهم ويستوعب يا أختي، يعني أنت ما تدري أن يدك، متأكد أنا 100% أنه ما يبيك تحتك بعيالة ثانية ولا أحفادة بعد، وأنت عارف السبب زين. عن إذنكم. الله يهداك، علامك شبيت في الولد كذي زين كذي. الحين مرتك زعلت خذت على خاطرها منه يا اختي. الف مره انا قايل له يا ام فواز، قايل له ليه تتكلم مع عمتك؟ تكلم بادب، ثمن كلامك، اوزن الكلمه اللي تبي تقولها. بس طالع. لا لا ما يخالف ما يخالف ما يقصد. انا اسف يابا، مو قصدي. اسمع الخير عمتي، انا ابنك. هذا الله يهداك. انت الحين حرشتني انا يا اسوي مشاكل بالهداوه عليه الولد، ما يقصد. يبا انت ما سويتي شيء، انا اللي غلط، انا اللي انفعلت. بس هم ما يصير يا اختي، لازم يعرف يتكلم يا اختي. هو عارف وضع العائله، عارف انه يده مقاطعنا، عارف انه قايل لكم لا تتواصلون معاي. الف مره ما تكلم معاي يا بنت الحلال. وادعي انت مالك ذنب، انا اللي صدقيني إيمان، هذه يارتنا من يوم افتحت مشروع ببيتها ما أدش تبيع ما أدش تخنبق، أذتنا بالزحمة، حاسدة المرة على بقصهم، حاسدتها أنت بعد. مصافط ماكو، لا مصافط بيتهم، لا مصافط بيتنا، حتى مصافط الفرع ما سلمت. الفرع؟ إيه؟ تقولين شاريتهم؟ عمي؟ عمي إيش فيك؟ بسم الله عليك يبا، فيك شيء؟ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. عمي